بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله نكمل باقي الليكتشر بتاعتنا اللي هي الشيلدينج، وايه هي المواصفات اللي لازم تكون متوفرة في مادة الايه الشيلدينج. احنا اخدنا المرة اللي فاتت انا لو عندي مثلا شيلدينج كده، دي ده الشيلدينج بتاعي. لازم يا جماعة في مادة الشيلدينج دي يكون متوفر فيها حاجتين اساسيتين. اول حاجة نوع الماتيريال، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت ان البيتا ماينس ما ينفعش ان انا استخدم مادة في الشيلدنج لها هاي اتوميك نمبر، دايما بتبقى لو اتوميك نمبر. ليه لو اتوميك نمبر؟ عشان ما تطلع ليش الاكس راي او البريكنج راديشن. تاني حاجة واللي احنا نتكلم عليها النهاردة اللي هو الرينج. ايه بقى الرينج؟ الرينج ده هو عبارة عن السكنس. انت حضرتك محتاج سكنس قد ايه؟ طب انا كده عرفت ان البيتا مثلا هيوقفها الالومنيوم، طب انت محتاج بقى سكنس قد ايه؟ هل محتاج 10 سنتيمتر؟ هل محتاج 20 سنتيمتر؟ هل محتاج 30 سنتيمتر؟ على اي اساس اقدر اختار؟ على اي اساس انا اقول انا عايزه السكنس ده ومش عايزه السكنس ده؟ خلاص. طب ايه هو السيكنس؟ السيكنس ده بيسميه الرينج. يبقى ايه هو الرينج؟ هو عبارة عن السيكنس اللي هيقدر يوقف لي التشارج بارتيكل دي، ما تخليهاش تعدي الناحية التانية، تخليها تفقد طاقتها كلها جوه مادة الايه مادة الشيلدنج. انا عرفت مادة الشيلدنج ومواصفاتها ايه. طب تاني حاجة السيكنس بتاعها قد ايه؟ يبقى لازم اعرف الرينج. يبقى الرينج هو الثيكنس اللي هيقدر يوقف لي التشارج بارتكل ويخليها تفقد طاقتها كلها جوه الماده، ما تقدرش تعدي فين؟ الناحيه الثانيه. جميل. طب انا دلوقتي عندي في حاجه اسمها باس لينس، في حاجه اسمها باس لينس. هل الباس لينس او المسار اللي هيمشي التشارج بارتكل جوه الرينج او جوه مادة الشيلدنج هو هو الرينج، هو هو السمك بتاع المادة دي؟ طب نيجي نشوف. احنا قلنا تشارج بارتكل زي مين؟ مثلا عندي تشارج بارتكل ممكن تكون مثلا بيتا ماينس، ممكن تكون الفا. هل البيتا ماينس زي الالفا؟ هما زي بعض من حيث ان هما الاثنين تشارجد، ان هي دي عليها تشارج ودي عليها تشارج، دي اللي تشارج بتاعتها النيجاتيف لكن دي اللي تشارج بتاعتها بوزيتيف، لانها دي عبارة عن ايه؟ نواة عنصر الهيليوم، فالنواة بتبقى بوزيتيف عشان جواها بروتونز. تمام. بس حاجة اللي زي بعض ان هما الاثنين عليهم تشارج، وكمان ايه التشارج مختلفة يعني. طب ايه؟ هل الرينج او هل الباست لينس اللي هيمشيها البيتا ماينس، البيتا ماينس جوه الماتيريال هي هو نفس المسار اللي هتمشيه الالفا؟ يعني انا دلوقتي لو عندي هي البيتا ماينس خلاص دخلت جوه المادة، هتبدأ تعمل انتر اكشن بالطرق اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت لغاية لما تفقد طاقتها. لما بتعمل انتر اكشن بتمشي مسافة معينة، هل المسافة اللي هتمشيها هي هي الرينج، هو هو الستكنس ده، هو هو الستريت لاين دوا؟ يعني لو الستكنس ده 10 سنتيمتر، هل هي هتمشي مسافة 10 سنتيمتر؟ المسار بتاعها بيساوي 10 سنتيمتر؟ هنشوف. طيب احنا قلنا ان البيتا ماينس لما بتعمل انتر اكشن هتعمل انتر اكشن يا اما عن طريق الكولوم انتر اكشن اللي هو مع الكترون، او مع عن طريق الايه النيوكليوس او الفيلد بتاع النيوكليوس ان هي بتطلع روتيشن. نيجي اللي هي ما بتعمل انتر اكشن مع الالكترون، ايه العلاقه ما بين البيتا والالكترون؟ البيتا لها نفس خصائص الالكترون من حيث الكتله، كتلتها زي الالكترون بالظبط،
يبقى البيتا ماينس، والالكترون العادي اللي موجود جوه الاتوم. الاتنين لهم نفس الماس، الاتنين لهم نفس التشارج. يعني دلوقتي في كوليجن ما بين منين؟ ما بين جسمين، الجسمين لهم نفس الكتلة. لما بيحصل كولوم انتر اكشن ما بينهم، ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان البيتا بيحصل لها عملية سكاترينج، يعني هي ماشية كده في مسارها، يحصل لها عملية سكاترينج بانجل كبيرة بس كده؟ لا، وبتفقد كمية كبيرة من طاقتها. طب ليه الكلام ده؟ عشان الكوليجن او الانتر اكشن حصل ما بين جسمين لهم نفس الكتلة، اتنين قد بعض صدموا بعض، هيحصل سكاترينج. واحد هيمشي اهو، البيتا اللي هي تهمني هتبتدأ يحصل لها عملية سكاترينج بانجل كبيرة عن مسارها، خلاص، وفي نفس الوقت هتفقد طاقة كبيرة. يبقى بصوا كانت ماشية كده، انحرفت. طيب هي لسه جوه المادة، حلو، ما عندها طاقة، ايه اللي هيحصل؟ لسه جوه المادة وعندها انرجي، يبقى هتعمل انتر اكشن تاني، يعني هتعمل كوليجن تاني مع الكترون تاني. نفس الكلام، هي زي الالكترون لها نفس الكتلة، جسمين قد بعض لهم نفس الكتلة، هيحصل كوليجن، فهيبتدأ تعمل بسكاترينج كبيرة، انجل اوف سكاترينج كبيرة، وهتبتدأ تفقد طاقة كبيرة. ولنكن خلاص مثلا فقدت طاقتها وخلاص ما عادتش تقدر تعدي الناحية التانية. طب نفرض ان هي عندها لسه طاقة، نفس الكلام، هتبتدأ برضو تفقد ايه؟ طاقتها، وهكذا لغاية ما تفقد طاقتها كلها ومتطلعش بره ايه؟ الشيلدنج بتاعتها. تعالوا نبص لشكل المسار بتاعنا. بصوا كانت ماشية كده، بعد كده انحرفت كده، بعد كده طلعت كده. يعني الباس لينس في حالة البيتا ماينس، الباس لينس ماشي ازاي؟ كانت ماشية كده، بعد كده راحت كده، بعد كده راحت كده. لو كملنا هتلاقوها على شكل زج زيك. يبقى ده الباس لينس لمين؟ للبيتا ماينس. هنلاقيه الباس لينس على شكل زجزاج، ده بعد كده مشيت كده، بعد كده مشيت كده، وبعد كده مشيت كده، وبعد كده مشيت كده. طب انت لو مسكت المسطرة وقعدت بقى تجمع الطول ده زائد الطول ده زائد الطول ده زائد الطول ده زائد الطول ده، هيطلع هو نفس الرينج، هو نفس السكنس بتاع المادة؟ لا، ده هنلاقي ان الباث لينث او المسار اللي بتمشيه البيتا ماينس جوه المادة اكبر منين؟ اكبر من الرينج. ليه؟ لان المسار بتاعها بيبقى زجزاج. طب ليه المسار بتاعها بيبقى زجزاج؟ لانها بتعمل كوليجن مع الكترون له نفس الكتلة بتاعتها، فبالتالي الانجل اوف سكاترينج بتاعتها بتبقى كبيرة وبتفقد طاقة كبيرة. تمام؟ طب الالفا، هل اقدر اقول نفس الكلام اللي بتعمله البيتا بتعمله الالفا؟ نشوف. الالفا هتخش زي ما اتفقنا، هي بتعمل نوع واحد من الانتراكشن مع الالكترون اللي هو الكولوم انتراكشن. طب الالفا هل لها نفس كتلة الإلكترون؟ لا، دي الألفا نواة عنصر الهيليوم اللي فيها مين؟ فيها 2 نيوترون واتنين بروتون، حاجة تقيلة، حاجة كبيرة، حاجة ضخمة، عملت كوليجن مع حاجة صغنططة اللي هي إلكترون أو كتلة صغيرة. ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي بس هي داخلة بطاقة كبيرة، سواء البيتا أو الألفا، احنا بنتكلم عن انرجي بالمليون الكترون فولت، هي ضخمة بس الطاقة بتاعتها كبيرة. تمام؟ دخلت عملت كوليجن مع الالكترون، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان هي برضو انحرفت عن مسارها، كانت ماشية كده انحرفت. بس هل الانجل اوف سكاترنج بتاعتها هتبقى كبيرة؟ لأ، الانجل اوف سكاترنج هتبقى صغيرة. ليه؟ لانها تخينة، عملت انتر اكشن مع حاجة صغيرة، فيدوبك كده زقتها حتة صغيرة خلاص. طب فقدت طاقة كبيرة ولا صغيرة؟ لا، بما انها
انحرفت حبة صغيرين، يبقى بالتالي الانرجي بتاعتها صغيرة اللي فقدتها، يبقى هنلاقي ان هي لسه عندها طاقة بعد ما عملت كوليجن مع الالكترون. هتعمل ايه؟ ماشية في المادة، لقيت الكترون تاني، هتعمل كوليجن تاني. بما ان كتلتها كبيرة بالمقارنة مع الالكترون، الانجل اوف سكاترينج صغيرة، هتنحرف حتة صغيرة وهتفقد حبة صغيرين من الطاقة، خلاص، وهتفضل لسه ماشية، تمام، وهكذا وهكذا لغاية لما تفقد طاقتها كلها. نيجي نبص للباس لينس بتاعها، بتاع الالفا، هنلاقي ان الباس لينس بتاعها كانت ماشية كده، انحرفت حبة صغيرين حبة صغيرين حبة كده، ده الباس لينس بتاعها. تقريبا واخد شكل الستريت لاين، تقريبا واخد شكل الستريت لاين، فبقول ان الباس لينس بتاع الالفا تقريبا ايكوال الرينج. يبقى الالفا بتمشي جوه الشيلدنج، خلاص، تقريبا نفس مسافة الايه الايه الرينج. يبقى الباس لينس للالفا هو الايه الرينج بتاعنا، تمام. اكد تاني ليه يا شباب؟ عشان دي بتعمل انتر اكشن ما بين كتلة كبيرة وكتلة صغيرة اللي هو الالكترون. طب هنا ليه الانجل اوف سكاترينج كبير؟ عشان هنا انتر اكشن ما بين جسمين لهم نفس الكتلة، فبالتالي الانجل اوف سكاترينج كبيرة وبيفقد طاقة كبيرة في كل جنب بتعمله، تمام. يبقى هو ده الرينج وهو ده الباس لينس بتاعنا. نيجي بقى نشوف الكلام ده مكتوب ازاي. اولا definition بتاع الرينج هو عبارة عن السيكنس اللي هيقدر يوقف لي التشارج بارتكل ليه كاينيتك انرجي معينة وسميناها تي، طبعا ما يقدرش يعدي الناحية التانية. ايه هو بقى الباس لينس؟ الباس لينس هي عبارة عن التوتال ديستانس اللي هيمشيها البارتكل جوه الايه جوه المادة، ومش شرط الباس لينس ده يكون هو الرينج، بيختلف ما بين او على حسب التشارج بارتكل. ازاي؟ لقينا ان في حالة البيتا ماينس او الباس لينس على شكل مين؟ على شكل زيج زيج، على شكل زيج زيج، لان هنا هو الانتر اكشن او الكوليجن يحصل ما بين الالكترون وما بين البيتا ماينس، فبالتالي الاتنهم نفس الكتلة سيم ماس، خلاص. فالانجل اوف سكاترينج بتبقى كبيرة وبيفقد طاقة كبيرة في كل كوليجن، لكن هنا بتاع الالفا تقريبا بياخد شكل الستريت لاين، بياخد شكل الستريت لاين، خلاص، لانه بيحصل ما بين الالفا ما بين الالكترون والالفا، ده كتلته صغيرة ده كتلته كبيرة، الانجل اوف سكاترينج بتبقى صغيرة وبيفقد طاقة صغيرة في كل كوليجن. فنقدر نقول ان في حالة الالكترون او في حالة البيتا ماينس هنقول ان هو الباس لينس بيبقى على شكل زجزاج، وفي الحالة دي الباس لينس بيبقى اكبر من رينج، الباس لينس بيبقى اكبر من رينج. لكن في حالة التشارج بارتكل او هيفي تشارج بارتكل زي الالفا بلاقيهم الاتنين قد بعض، تقريبا الاتنين قد بعض، الباس لينس هو مين؟ هو الرينج. طب اليونت بتاعت الرينج هو عبارة عن ايه؟ احنا قلنا ان الرينج هو عبارة عن السكنس اللي هيقدر يوقف لي المادة، سكنس، يبقى اكيد اليونت بتاعته يا اما متر يا سنتي متر، مفيش كلام. او لها يونت تانية مهمة جدا اللي هي عبارة عن الماس سكنس، يبقى اليونت التانية اللي هي بنسميها الماس سكنس، ودي يونت ايه مشهورة جدا بنستخدموها. طب عبارة عن ايه الماس سكنس؟ ان انت تاخد الرينج بالمتر وتضربها في الدنستي بتاعت المادة، يبقى دي عبارة عن الدنستي بتاعت المادة، يبقى الرينج يكون بالمتر مضروب في الدنستي بتاعت المادة. هتلاقي ان الرينج اليونت بتاعته كام؟ كيلو جرام بير متر سكويرد. يبقى انت ساعات هتلاقي اليونت بتاعت الرينج هتلاقيها متر، خلاص.
او هتلاقيها كيلو جرام بير متر سكويرد، متبقاش غريبة. ليه؟ لانك ساعتها هتعرف ان اليونت دي اللي هي بنسميها مين، الماس سيكنس، اللي هم اخدوا السمك ضربوه في الدنستي بتاعت المادة، في كثافة المادة. لو كانت ألمونيوم يبقى في الدنستي بتاعت الألمونيوم، لو كانت كبر يعني مثلا أنا عندي أهو كده سيكنس معين من الكبر، السيكنس ده 10 سنتيمتر، أقول لك احسب لي الرينج بالماس سيكنس، هتقول لي كل الحكاية إن احنا هنضرب 10 تايمز الدنستي بتاعت الإيه الكبر، هيطلع لي الرينج بالإيه اليونت بتاعته إيه، كيلو جرام بير متر سكويرد، كيلو جرام بير متر سكويرد. خلاص، يبقى احنا في الجزء ده عرفنا يعني ايه رينج، يعني ايه باس لينس. طب احنا بقى عايزين نحسب، انا عندي الفا او عندي بيتا، ازاي هحسب الرينج ده؟ ده اللي هنتكلم عليه، اللي هو الرينج اوف هيفي تشارج بارتكل زي الالفا. يبقى دلوقتي هنحسب الرينج بتاع هيفي تشارج بارتكل بتاعت الالفا. اولا بس عايزه اعمل في فرق ما بين حاجه اسمها سيمي امبيريكال فورمولا وامبيريكال فورمولا. يبقى انا بس ايه عشان نبقى واضحين ايه الفرق، اما اقول لك سيمي امبيريكال فورمولا و امبيريكال فورمولا. سيمي و امبيريكال فورمولا. اولا بالنسبه للامبيريكال، دي عباره عن او درايفد فروم اكسبيريمنتال داتا. يبقى الامبيريكال دي درايفد من من اكسبيريمنتال داتا، لكن دي السيمي امبيريكال بقى بتستخدم بارت اوف اكسبيريمنتال داتا بس كده، تاخد ابروكسيميشن مش بس كده، تعمل ازيوميشن، تعمل فروض. يعني ايه الكلام ده؟ امبيريكال يا جماعه فورمولا، ها هي عباره عن علاقه بتطلع من اكسبيريمنتال داتا. يعني ايه؟ يعني انت عندك داتا عملتها في المعمل، اهي علاقة ما بين الاكس والواي، خلاص whatever بقى ايه، انت عايز تطلع قانون يربط لي العلاقة بين الاكس والواي. فبياخدوا الاكسبيريمنتال داتا دي وبيروحوا رسمينها كده في الاكسل، ويقول هنا الاكس وهنا مثلا الواي، وطلع لي مثلا ستريت لاين، بيعمل عملية فيتنج خلاص، والفيتنج ده البوينت اللي طلعه له دي بيروح مطلع علاقه، يقول لك الواي مثلا بتساوي 3x بلس مثلا 4. يبقى اي بوينت على الستريت لاين لازم بتحقق لي الايكويشن دي، ويقول لك هي دي الايكويشن اللي هتشتغل عليها. طول ما انت شغال على البوينت دي يبقى هي دي الايكويشن، والايكويشن دي valid لاي بوينت موجود عندنا في الايه على الستريت ايه لاين. يبقى الايكويشن دي طلعت منين؟ من اكسبيريمنتال داتا، خلاص طلعوها من عمليه فيتنج من الاكسل، يعني ما جاتش كده من فراغ. لكن ايه بقى السيمي امبيريكال؟ السيمي امبيريكال بيبقى عندك اكسبيريمنتال داتا، خلاص ان انت عندك مثلا اهي الاكس مثلا والواي، بس هو اللي اوريدي بيكون حاطط ايكويشن، يكون مثلا يقول لك ان الواي بتساوي 2 اكس بلس 2 مثلا، ويجي بقى يحقق هي المفروض هنا اكس المفروض مثلا تبقى بواحد، خلاص المفروض الواي تطلع ب 6، يجي يعوض
هو حط اوريدي الايكويشن او عنده الاكسبيرمنتال داتا، يعوض بقى كده ويشوف هل هي هتحقق فعلا الاكسبيرمنتال داتا. تعالوا كده نحققها، لو عوضنا الاكس بواحد الواي هتطلع بكام؟ 2 في 1 بلس 2 يعني تطلع لي ب 4. لا دي ما طلعتش زي الايه، زي الاكسبيرمنتال داتا. يقول لك لا الايكويشن دي فيها حاجه غلط. طب ايه الغلط؟ احنا بدل الاتنين دي نخليها مثلا كام؟ نخليها 4. يبتدأ يعمل ابروكسيميشن، يبتدأ يحط فروض معينة، لو كذا تبقى كذا، لو كذا يبقى كذا، بحيث ان في النهاية يبتدأ يقعد يغير في الايكويشن اللي كان حاططها دي لغاية لما تحقق كل الاكسبيرمنتال داتا اللي عنده. لو قدر يطلع ايكويشن تحقق كل الاكسبيرمنتال داتا اللي عنده، فدي الايكويشن اللي طلعت دي بيسميها سيمي امبيريكال فورمولا. واضح؟ يبقى الامبيريكال طلع كلها من اكسبيرمنتال داتا، انت بتاخد الاكسبيرمنتال داتا دي وبترسمها في الاكسل، تعمل عملية فيتنج، الاكسل هو اللي بيطلع لك الايكويشن وبتشتغل عليها. امبيريكال. لكن سيمي امبيريكال انت بتحط معادلة، بتحط فروض معينة، بتحط ابروكسيميشنز معينة، ويبقى في نفس الوقت عندك اكسبيرمنتال داتا وتفضل ايه تجرب. تجرب الداتا الاولانية اتحققت يبقى الايكويشن صح اللي انت او الفروض اللي انت عاملها صح. ايه ما اتحققتش تفضل تغير فيها، يعني فيها شوية تلفيق كده لغاية ما توصل ايه للاكسبيرمنتال داتا اللي عندك. تمام؟ احنا بقى عندنا هنستخدم الامبيريكال والسيمي امبيريكال في تحديد الرينج ايه، في تحديد الرينج بتاعنا. في حالة ان الالفا عملوا ايه، ابتدوا يستخدموا سيمي امبيريكال فورمولا اللي هي معتمدة على التلفيق شوية شوية. قال ان انا ممكن احسب الرينج بتاع الالفا بارتيكل فين؟ في الهواء. الالفا بارتيكل برضو هي ماشية في الاير، يعني الماتيريال بتاعتنا او الميديوم اير. طبعا طول ما هي ماشيه برضو بتبدا تعمل كوليجن وتفقد الطاقه ايه بتاعتها. طب هي هتقدر تمشي في الهواء قد ايه، مسافه قد ايه؟ قال لك ان انت ممكن هتحسبها عن طريق السيمي امبيريكال فورمولا الاتيه. يبقى بص نخلي بالنا ان السيمي امبيريكال فورمولا دي معتمدة ان الميديم بتاعنا عبارة عن ايه؟ على الاير. يبقى هل ينفع ان انا اطبقها في اي ميديم تاني؟ لا ما ينفعش، لازم الميديم بتاعنا يكون اير. طب قال ايه؟ زي ما انتوا شايفين او زي ما احنا قلنا ان هي معتمدة على فروض، معتمدة على شروط معينة. قال لك ان الرينج، وخلي بالنا اليونت بتاعت الرينج بالايه؟ بالمليمتر. يعني نطلع السيكنس بتاعك بالمليمتر، ما ينفعش نغير في اي حاجه. السيمي امبيريكال فورمولا تستخدمها كما هي محطوطه، لان زي ما اتفقنا هو بيجربها على اكسبيرمنتال داتا، ولما وصل لحاجه زي الاكسبيرمنتال داتا خلاص يبقى هي دي اللي هنستخدمها. قال ان الرينج بالمليمتر هيساوي اكسبوننشال، عارفين اكسبوننشال دي اللي موجوده على الكالكوليتر. الاكسبوننشال دي تو ذا باور كام؟ 1.61 تايمز سكوير روت التي مليون الكترون فولت. ايه التي دي؟ دي عبارة عن الكاينتيك انرجي بتاعت الالفا، بس في شروط، لازم هي كمان تبقى بالايه؟ بالمليون الكترون فولت. هل ينفع بأي يونت تانية؟ لأ. وقال لك ايه كمان؟ قال لك المعادلة دي بتبقى بتتحقق امتى؟ لو كانت بس الكاينتيك انرجي بتاعت الالفا محصورة ما بين كام وكام؟ محصورة ما بين 1 و4. يعني انت لو الكاينتيك انرجي بتاعتك ب3 مليون الكترون فولت، من حقك ان انت تستخدم المعادلة دي وتحسب لي الرينج قد ايه. لو عندك ب4 لانها اقل من او تساوي 4، لو عندك 4 برضو من حقك ان انت تستخدم المعادلة دي.
وما تنساش تاني الرينج بالايه، بالملي متر، ما ينفعش يطلع بيونت تانية. طب نفرض ان الالفا اليونت بتاعت او الكاينتيك انرجي بتاعتها كانت ما بين 4 و15، يعني 6 7 11 14، هل ينفع استخدم المعادلة الاولانية؟ قالك لا، في الحالة دي تقدر تستخدم المعادلة التانية، انك تحسب الرينج في الاير، ركز تاني على الاير، نحسب الرينج في الاير بيساوي 0.05 تايمز الكينيتيك انرجي بتاعت الالفا بلس 2.85، نقفل البراكت، مضروبة في الكينيتيك انرجي تو ذا باور 3/2، وطبعا برضو التي بالمليون الكترون فولت، متنفعش يونت تانية. يبقى لو قالك انت عندك الفا بارتكل، والفا بارتكل دي عايزة اعرف لو مشت في الهواء هتفقد طاقتها بعد مسافة قد ايه، يبقى هو عايز الرينج. يبقى حضرتك هتشوف الكاينيتيك انرجي اللي هو عطاهولك قد ايه عشان تقدر تحسب او تستخدم انهي اكويشن. هل هقدر استخدم الاكويشن الاولانية ولا هستخدم الاكويشن الايه التانية؟ وما ننساش ان الرينج لما لو استخدمنا دي لازم يطلع بالايه، بالمليمتر. بس هل كل الماتيريالز او هل كل الميديوم ايه؟ لا، افرض انا مش عايزة احسبه في الاير، عايزة اعرف مثلا عندي جولد، عندي اي حاجة، عايزة اعرف الالفا ممكن تقف قد ايه في الجولد بعد سيكنس قد ايه، الومنيوم، اي مادة بقى، اعمل ايه؟ قالك يجي بقى بريك كليمان رول. بريك كليمان رول بيقولك ايه؟ ان الرينج الاولاني على الرينج التاني ايكوال الدنسيتي بتاع المادة التانية على الدنسيتي بتاعت المادة الاولى مضروب في سكوير روت الماس نمبر بتاع المادة الاولانية على الماس نمبر بتاع المادة التانية. مش فاهم، نقول انت اوريدي عارف او هو عطيك الرينج بتاع مين؟ بتاع الاير، يعني ده الرينج في الاير دايما جيفن، هنسميه ار 1، ده الرينج في الاير مثلا. وعايز يحسب مثلا الرينج في الالومنيوم اللي هو مثلا ار 2. بس كل الحكايه حضرتك محتاج مين؟ محتاج هتقول اللي هو الرينج في الاير اللي هو R1 على الرينج في الالومنيوم اللي هو R2، عشان ما ننساش هنا R1 وهنا R2 equal. بصوا انا بدأت R1 على R2، بعد كده الدنستي بدل 1 اعكس تبقى 2، يبقى الدنستي لمين؟ للالومنيوم على الاير. ماشي، يبقى انا بص الرينج للوسط الاولاني اللي هو الاير على الرينج للوسط التاني اللي هو الالومنيوم ايكوال الدنستي للتاني، انت هنا 1 يبقى الدنستي للتاني اللي هو مين؟ اللي هو الالومنيوم على الدنستي للاولاني اللي هو مين؟ الاير. طب مضروبة في سكوير روت الماس نمبر والماس نمبر، انت هنا عملت ألمونيوم بيبقى تغير تاني تعمل اير وهنا تعمل ألمونيوم. يبقى بص الرينج على اير على رينج ألمونيوم ايكوال دنستي دنستي، بس الدنستي بتاعت مين؟ انت هنا عامل اير تغير تعمل ألمونيوم على اير، مضروبة في سكوير روت الماس نمبر الماس نمبر، بس الماس نمبر لمين؟ ارجع غير تاني، عملت هنا الومنيوم تبقى اير الومنيوم. خلاص، طب قالك بدل الالومنيوم تبقى جولد، خلاص بقى معروفه انت اوريدي مش عاطيك غير دي اللي تقدر تحسبها اللي هو الرينج للالفا في الاير، يبقى دي دايما تبقى جيفن معاك. خلاص، دي اللي هقدر منها احسب الرينج بتاعت الالفا في الاير. بس في المسألة هو مش عايز اير، هو عايز الومنيوم، عايز كبر مثلا،
عايز كبر يبقى هستخدم البريك لين رول. يبقى مثلا لو قالك احسب الرينج الفا بارتكل ان كبر، نيجي نقول هل هو عطيني امبيريكال فورمولا او سيمي امبيريكال فورمولا للالفا في الكبر؟ لا، ده هو مش عطيني غير في مين، في الاير. يبقى اول حاجه هتحسب الرينج للالفا في الاير عن طريق المعادلتين اللي عندنا على حسب ايه الكاينيتيك انرجي، هتشوف هتستخدم انهي واحده. طب هو عايز في الاير، ده عايز في الكبر، هنعمل ايه؟ ابتدأ بقى اكتب قانون بريك اللي هو يقول ايه، ان الرينج في الاير على الرينج في القبر ايه؟ ها هنا مين؟ الدنستي والدنستي، بس الدنستي بتاعت مين؟ انا هنا كتبت اير، ارجع غير، يبقى هنا قبر يبقى هنا اير. ناقص مضروب في مين؟ مضروب في الماس نمبر، الماس نمبر هنا قبر، اعكس تاني يبقى هنا اير يبقى هنا قبر. يبقى قانون بريك حفظ لازم نعرف نحول ما بين الرينج في الاير في الالفا وما بين اي مادة تانية، تمام؟ لكن هل القانون بتاعنا ده حفظ؟ اللي هو الرينج ده هل هو حفظ يا جماعة؟ لا مش حفظ. انا لو جيت مثلا قلت لك طلع لي الرينج بتاع الالفا في القبر، هديك الاول دولة وعن طريق الكاينيتيك انرجي انت هتشوف هتستخدم انهي معادلة، وبعدين بعد كده هو عن طريق بريك تبدأ تحسب الرينج في الميديم اللي هو ايه هعطيه لك. وتعال نشوف برضو اكزامبل على الايه، على الكلام دوت. هنا بيقول لنا ايه، what is the range of 3 مليون الكترون فولت الفا بارتكل ان فولت. بس نخلي بالنا هنا عايزين الرينج للالفا. طب الكاينيتيك انرجي للالفا بكام؟ ب3، يبقى تي بتساوي 3. طب 3 ايه؟ مليون الكترون فولت، تمام. عطيك الرو للاير، وعطيك الرو للفولت، وعطيك الماس نمبر للاير والماس نمبر للفولت، وعايز الرينج بتاعت الالف. خلاص، اول حاجه هل انا عندي امبيريكال فورمولا للالفا في الفولت؟ لا، انا ما عنديش غير الاير، يبقى انا هضطر استخدم المعادلات دي عشان احسب الاول الرينج للالفا في الايه، في الاير. بس هستخدم انهي ايكويشن؟ هو عطيك الكاينيتيك انرجي بكام؟ ب3. بما ان عطينا الكاينيتيك انرجي ب3، يبقى اول ايكويشن هي دي اللي هستخدمها، والايكويشن التانية دي ماليش دعوه بيها. طب افرض عطاهالنا ب6، يبقى هستخدم التانية وماليش دعوه بالاولانيه. طب افرض عطاهالنا ب4، يبقى هستخدم الاولى او هستخدم التانية عشان الاتنين فيهم ايكوال 4. خلاص، هو عطينا الكاينيتيك انرجي ب3، يبقى هتستخدم اني ايكويشن؟ الايكويشن الاولانية على طول. يبقى اول حاجة هتقول ان انت هتحسب حضرتك الرينج في الاير، الرينج ان اير. ازاي هنحسب الرينج في الاير؟ هنستخدم الايكويشن الرينج، ومننساش ان هي لازم هتطلع اليونت بتاعتها بالمليمتر. احنا قلنا هنرسم لاني ايكويشن؟ الايكويشن الايه الاولانيه اللي هي الاكسبوننشال تو ذا باور 1.61 سكوير روت تي طبعا تايمز، هتساوي اكسبوننشال تو ذا باور 1.61 times square root 3. هيطلع لك الرينج بكام؟ هيطلع لك الرينج ب 16.26
زي ما اتفقنا. اليونت ايه؟ ملي متر. نلتزم باليونت، مينفعش نغير. هو قايل لك ان الرينج هيطلع بالملي متر، مينفعش اغير. طيب ده الرينج في الايه؟ في الاير. طب هو عايز الرينج في الاير؟ لا، ده هو عايز الرينج في مين؟ في الجول. يبقى هقول دلوقتي هحسب الرينج طب عشان احسب الرينج في الجول نبدأ نستخدم قانون بريك، اللي هو بيقول ايه؟ ان R1 على R2 equal، نفتح كده نعمل شرطة، تبقى رو، نغير R1 على R2 تبقى رو 2 على رو 1 square root A1 على A2 العكس. طب انت عايز مين؟ انا عايز الرينج بتاع الجولد. مين اللي given عندك؟ الرينج بتاع الاير ايكوال. ها الرو بتاع مين؟ انا هنا كتبت جولد، يبقى الاير على الرو بتاع الجولد. الاي بتاع الجولد على الاير بتاع الاير. ونعوض بقى عنها على طول، هنلاقي ان الرينج بتاع الجولد خلاص كله موجود عندك. عندك الاي بتاع الجولد، عندك الاي بتاع الاير، عندك الرو، وعندك الرو بتاع الاي الجولد والرو بتاع الاي. هتلاقي ان الرينج final answer بتاعت الجولد equal 3.9 × 10⁻³. ولازم هي كمان تطلع بمين؟ بالمليمتر. يبقى بدل الاير هنا كان بالمليمتر، يبقى كمان الجولد هو كمان لازم هو كمان يطلع بالملي ايه؟ بالمليمتر. يبقى انت بتعوض تعويض مباشر في الايكويشن بتاعتك، وتطلع الرينج بتاع الجولد في ايه؟ بقد ايه. يبقى انا كده اهو عن طريق البريك بقى ان انا اقدر احول او احسب الرينج للهيفي تشارج بارتكل في اي ميديم. خلاص ما عدتش متأيده ان انا احسب بس في الايه؟ في الاير. طب هل نفس الايكويشن هقدر استخدمها للبيتا؟ قال لك لا. بالنسبه للبيتا عمل لك بقى امبيريكال فورمولا، سمي امبيريكال، لا امبيريكال فورمولا اللي هي معتمده على اكسبيرمنتال داتا، وقال لك ان انت دي تقدر تحسبها ازاي؟ عن طريق يا اما الايكويشن الاولانيه يا اما الايكويشن الثانيه. برضو معتمده على مين؟ معتمده على الكاينتيك انرجي للبيتا. لو كانت الكاينتيك انرجي للبيتا محصوره ما بين 0.15 و 0.8 استخدم الايكويشن الاولانيه. لو كانت محصوره ما بين او اكبر ما بين من 0.8 يبقى هستخدم على طول الايكويشن الثانيه. بقى في حاجة شايفين هنا اهو، هنا اليونت بتاعت الرينج بكام؟ اليونت بايه؟ جرام بير سنتيمتر سكويرد. اليونت دي اللي هي مين؟ الماس سيكتس. يبقى الرينج هنا اهو يا جماعة اليونت بتاعته ماس سيكتس، اللي هو الرينج مضروبة في الايه؟ في الدنستي. الرينج مضروبة في الايه؟ في الدنستي. طب برضو ازاي هستخدمها؟ قالك سهلة خالص، وعشان نعرفها خلاص نشوف الاكزامبل اللي جاي. بيقول لك كالكوليت ذا رينج اوف 1 مليون الكترون فولت، اللي هو ده الكاينتيك انرجي بتاعتها للالكترونز، اللي هو قصده بيها البيتا. فين؟ قالك في مادتين، في الالومنيوم وفي الكوبر. يعني انت عندك الومنيوم وعندك كوبر. البيتا، وهنا البيتا. يا ترى السيكنس بتاع الالومنيوم هيبقى كام اللي انت عايزه عشان تقدر توقف لك 1 مليون الكترون فولت من البيتا؟ وقد ايه سيكنس من الكوبر انت محتاجه عشان يقدر يوقف لك 1 مليون الكترون فولت من البيتا؟ هل السيكنس
اللي انت محتاجه من الكبر هو هو نفس الثيكنس اللي انت محتاجه من الالومنيوم، يبقى انت لو عندك بيتا، البيتا دي الانرجي بتاعتها 1 مليون الكترون فولت. البيتا دي وهعمل لها شيلدنج بالالومنيوم، يا ترى الشيلدنج ده الثيكنس بتاعه هيبقى ايه؟ لو الرينج هيبقى ثيكنس قد ايه؟ سمك قد ايه؟ خلاص. طب لا يا سيدي، انت دلوقتي عايز تعمل شيلدنج من الكبر، هل انت محتاج نفس السمك اللي انت عملته في الالومنيوم عشان تقدر توقف لك بيتا دي اللي طاقتها 1 مليون الكترون فولت؟ قال لك لا. هنعرفها ازاي؟ عن طريق الامبيريكال فورمولا بتاعتنا. ازاي؟ قال لك اولا لازم تعرف الانرجي بتاعت البيتا. انت الانرجي بتاعتك كام؟ 1 مليون الكترون فولت. طيب نيجي بقى 1 مليون الكترون فولت، يبقى هتستخدم الامبيريكال الاولانيه ولا الثانيه؟ الاولانيه كانت ما بين 0.15 و 0.8، يبقى ما ينفعش استخدم الاولانيه، هستخدم اي فورمولا اللي هي الثانيه. يبقى هقول ان دي الايكويشن بتاعتي اللي هستخدمها عشان تقدر توقف لي بيتا قيمتها 1 مليون الكترون فولت، لان دي بستخدمها بس لو الكينيتيك انرجي اكبر من 0.8. يبقى انا كده اهو هقول الرينج ايكوال، نكتب الايكويشن 0.542 تايمز التي اللي هي 1 ماينس 0.133. طب تطلع كام بقى؟ تطلع اليونت ايه؟ زي ما اتفقنا اليونت ري الرينج في الحالة دي لو استخدمت الاكويشن دي جرام على سنتيمتر سكوير اللي هو الماس ثيكنس، يبقى اليونت جرام على سنتيمتر سكوير. تمام. بص كده، هل كده انا جبت سيرة الومنيوم ولا جبت سيرة كبر؟ جبت سيرة هيك. انا الاكويشن دي جاست انها قالت لي ده الرينج اللي انت هتستخدمه عشان توقف بيتا قيمتها 1 مليون الكترون فولت، وقالت لي انها 0.409 بس اليونت بتاعتها جرام بير سنتيمتر سكوير. طب يعني ايه؟ قال لك لو انت بقى عندك الماده دي الومنيوم، كل اللي عليك حضرتك تاخد القيمه دي وتقسمها على الدنسيتي بتاعت الالومنيوم، هيطلع لك السمك بتاع الالومنيوم قد ايه. واضح؟ احنا قبل كده كنا قايلين ان الرينج لو بالماس ثيكنس، خلاص، اللي هو جرام بير سنتيمتر سكوير بيساوي سنتيمتر تايمز الدنسيتي اللي هي ايه؟ كيلو جرام على، او جرام لو احنا شغالين بقى باليونت الصغيرة، جرام على سنتيمتر كيوب. تمام. سنتيمتر سنتيمتر كيوب ده يبقى هتطلع جرام على سنتيمتر سكوير. انا المرة دي عايزة اعرف السمك بتاعنا بالسنتيمتر قد ايه، انا مش عايزاها بالماس ثيكنس. يبقى انت عشان تعمل الكلام ده حضرتك هتقسم الرينج اللي هو جرام على سنتيمتر سكوير على الدنسيتي اللي هي الرو بتاعت المادة. يبقى عشان لو احسب الرينج في مادة الكبر، هحسب الرينج اللي هو بالماس ثيكنس اللي هو جرام على سنتيمتر سكوير على الدنسيتي بتاعت الكبر، هيطلع لك اليونت بالايه؟ هيطلع لك اليونت بالسنتيمتر. طب انت لو عايز تحسب الرينج في الالومنيوم، خلاص، نفس الكلام، هتاخد الرينج اللي انت عامله بالماس ثيكنس اللي هو جرام بير سنتيمتر سكوير، بس المره دي هتقسمه على الدنسيتي بتاعت الالومنيوم. يبقى الايكويشن دي بيطلع لك الرينج، خلاص، غير معتمد على الماده، ده الرينج اللي هو ممكن يوقف لي ال 1 مليون الكترون فولت بيتا،
بس عشان تعرف هو قد ايه سنتي بالظبط لازم حضرتك تقسم على الدنستي بتاعت المادة. لو انا عندي كبر هقسم على الدنستي بتاعت الكبر، لو عندي ألمونيوم هقسم على الدنستي بتاعت الألمونيوم، اي مادة هقسم على الدنستي بتاعتها. طب ناخد هنا الرينج مثلا طلع لك هنا كام؟ 0.409. الدنستي بتاعت الكبر بكام؟ المفروض هتبقى جيفن 8.96. هيطلع الرينج في الكبر كام؟ هيطلع الرينج في الكبر 0.046. طب اليونت ايه؟ سنتيمتر. يبقى انا كده عرفت ان انا لو عايزه اوقف 1 مليون الكترون فولت من البيتا محتاجه كبر السمك بتاعه 0.046 سنتيمتر. طب تعالوا بقى في الالومنيوم نفس الكلام، هناخد الماس سيكنس اللي طلع لنا اللي هي لا تعتمد على الماده. عايزه احسب للالومنيوم اروح اسمع على الدنستي بتاعت الالومنيوم اللي هي بكام؟ اللي هي 2.7. هتطلع لك كام؟ هيطلع لك في الاخر 0.151 سنتيمتر. يبقى انت لو عندك الومنيوم محتاج سيكنس قد ايه؟ محتاج سيكنس 0.151 سنتيمتر. يبقى اكيد السيكنس بتاع الالومنيوم اللي انت محتاجه عشان توقف بيتا الانرجي بتاعتها قيمتها 1 مليون الكترون فولت هيبقى اكتر من السيكنس اللي انت محتاجه عشان تقدر توقف بيه ايه؟ نفس البيتا من الكبر. خلاص. يبقى هنا اهو يا جماعه، تاني بالنسبه للبيتا، الاول بتحسب الرينج بالماس سيكنس اللي هي اليونت بتاعتها جرام بير سنتيمتر سكوير. بعد كده اهو دي لا تعتمد على الماده، دي لا تعتمد على الماده. طب هو مش عايزها وعايزها تعتمد على الماده، يعني انا عايزه اعرف بالظبط انا عندي سيكنس قد ايه من الكبر، انا مش عايزاها اليونت بتاعتها جرام بير سنتيمتر سكوير، انا عايزه احسب. انا شغاله في معمل ومحتاجه اعرف السيجنز بالظبط قد ايه، انا بظبط الشيلدنج بتاعي. طب هعمل ايه؟ قال لك لا، انت بقى بعد ما حسبتها عن طريق على حسب الانرجي بتاعت البيتا تبدا تاخد القيمه دي وتقسمها على الدنستي بتاعت الماده اللي هو قال لك احسب الرينج بتاعها. لو قال لك في الالومنيوم يبقى هتقسمها على الدنستي بتاعت الالومنيوم. لو قال لك احسب الرينج في الكبر يبقى هتحسبها في ايه؟ هتقسمها على الدنستي بتاعت الكبر. هيطلع لك ان اهو قيمة الرينج او قيمة السيكنس باليونت بتاعته اللي هو ايه؟ سنتيمتر. يبقى انت كده تقدر تعمل الديزاين بتاع الشيلدنج بتاعك قد ايه سمكه بالظبط على حسب الطاقة اللي نازلة عليه. واضح؟ يبقى انا المفروض ان هو ناقص حاجة بس في المسألة، ان هو كان يديك الدنسي بتاعت الكبر قد ايه، والدنسي بتاعت الكبر 8.96 جرام بير سنتيمتر كيوب، الدنسي بتاعت الالومنيوم بتساوي 2.7 جرام بير سنتيمتر كيوب. خلاص، دول المفروض يكون جيفن في الايه؟ في المسألة عندي. طب نفرض حاجة زي كده جاتلي في الامتحان، هل انت محتاج انك تحفظ الامبيريكال فورمولا؟ لا، دي هتبقى جيفن اكيد، انا صعب ان انا اخليك تحفظ ان الرينج بيساوي 0.133، لا صعب، يعني الارقام دي طبعا تلخبط. يبقى حاجة زي كده مش حفظ، مش حفظ. خلاص، نفس الكلام دول مش حفظ، لكن دي حفظ. خلاص، يبقى الامبريكال فورمولا او السيمي امبريكال فورمولا مش حفظ، لكن معادلة براك هي اللي لازم ايه تحفظها عشان تقدر تحسب الرينج في اي ميديوم تاني غير مين؟ غير الاير. يبقى احنا كده يا جماعة اتكلمنا عن مين؟ اتكلمنا عن الستوبنج باور، اتكلمنا عن الانتر اكشن المرة اللي فاتت، المرة دي اتكلمنا عن الرينج وازاي تقدر تحسب الرينج بتاع المادة بتاعتك لو انت عندك تشارج ايه برضه.
شاء الله المرة الجاية ناخد ال interaction بتاع الجامعة. تمام، برضو يا جماعة لو حد عنده أي سؤال أي استفسار يبعتولي في أي وقت وإن شاء الله أنا أجاوب عليه. السلام عليكم.